السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم النحل أبي والصفحة على الفيسبوك تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. إذا في هذا الفيديو سنقدم شرح مفصل لتكلفة مشروع مصغر لتربية النحل في الجزائر. إذا قبل البداية في الشرح التفصيلي يرجى متابعة القناة لتستفيد أكثر. إذا بالنسبة للوازم الضرورية في تربية النحل، يحتاج المبتدئ إلى مدخنة لكي يدخن النحل أثناء الفحص، لباس خاص بتربية النحل، العتلة وهي قطعة حديد تستخدم في الفصل بين الإطارات وكذلك تستخدم في بعض الأعمال الأخرى، كذلك القفازات لحماية اليدين من لسعات النحل، البوت كذلك لحماية الأرجل من اللسعات. كذلك يحتاج المبتدئ إلى صناديق فارغة، لأنه عند شراء النحل بسعر والصناديق تشترى بسعر آخر. إذا لنفترض أن هذا المبتدئ يحتاج إلى ثلاث خلايا، يعني ثلاث صناديق من الخشب فارغة، كذلك يحتاج إلى ثلاث طاولات لكي يضع عليهم هاته الخلايا. الآن ننتقل إلى النحل، يعني بعض النصائح قبل شراء النحل أو بعض الأسئلة التي تطرح على البائع هذا النحل الذي سيبيع لك النحل. إن من أكثر الأسئلة التي يطرحها المبتدئ على مربي النحل البائع للنحل هو الاستفسار عن سن الملكة، ومن الأحسن تكون يعني الملكة عمرها في نفس السنة التي يشتري فيها هذا المبتدئ أو السنة التي قبلها أي السنة الفارطة. كذلك يسأل المبتدئ عن سلالة الملكة في الجزائر، وفي الجزائر سلالتين، سلالة الأولى هي سلالة النحل التلياني أو التلي، والثانية سلالة النحل الصحراوي. هذه هي السلالتين الموجودتين في الجزائر، والأغلبية أو الغالب نوع النحل المنتشر بنسبة كبيرة حوالي 98 أو 99% هو النحل التلياني أو التلي الأسود، والنسبة الباقية النحل الصحراوي. كذلك لماذا تكلمنا عن السلالة؟ لأن السلالة مهمة، السلالة المحلية أفضل من السلالة الأجنبية، سواء في مقاومة الأمراض، في الإنتاج، كذلك في محاربة الفروة والكثير، وحتى في البرد. إذن السلالة المحلية تعتبر من أفضل السلالات، وهذا طبيعي جدا في كل، ليس فقط في تربية النحل. كذلك يطرح المبتدئ السؤال عن سلامة إطارات الخلية من الأمراض، يعني سلامة إطارات اليرقات والحضنة من الأمراض. هناك الكثير من الأمراض المنتشرة في النحل، مثلا الفروة، أمراض الحضنة يعني أمراض تكون في اليرقات، أمراض النوزيمة هي تشبه إلى حد كبير الإسهال. إذن السؤال يطرح كذلك، هل الخلية أو النحل سليم من الأمراض أم لا؟ تباع الخلايا طروس صغيرة نظرا لقلة عدد الإطارات في الصندوق، أو تباع خلايا مكتظة على 10 إطارات وتسمى الخلايا الأم. تحسب الخلايا بعدد الإطارات، يعني مثلا طرود ب5 إطارات أو 5 أقراص تباع بحوالي، يعني سعر الدينار الجزائري حوالي 12500 دينار جزائري بدون صندوق، هذا سعر سنة 2024. خلية أم ب10 إطارات مكتظة يمكن أن تصل 25000 دينار جزائري، قلت السعر يعني سعر سنة 2024. الآن رانا في سنة 25، لحد الآن يعني الأسعار ما زالت يعني لم تتضح الأمور بعد، لكن عموما ننصح المبتدئين عند شراء طرود أن يشتري طرود ب5 إطارات أو 6 إطارات، ويجب أن تكون الملكة جديدة ملقحة طبعا يعني تبيض، كذلك أو تكون مثلا ملكة السنة السابقة، كذلك تصلح تنجح عادي. يتم نقل النحل من طرف الشاري أو المبتدئ بعد غروب الشمس، طبعا الغلق على النحل يغلق عليه النحال،
المحترف ينقل النحل بعد غروب الشمس أو في الصباح الباكر، ويجب عند الغلق ترك التهوية أثناء نقل النحل، خاصة إذا كان المكان بعيد. عند نقل النحل يوضع في أماكن مشمسة في الربيع، وفي الصيف يمكن تغطية الخلايا أو نقل الخلايا إلى أماكن فيها ظل، يعني مثلا تحت الأشجار لأن الحرارة تضر النحل. يفتح على النحل مباشرة عند الوصول إلى المكان الجديد، لكن بعد 10 دقائق من الوصول يقوم هذا المبتدئ بارتداء لباس خاص بالنحل والمدخنة والقفازات، يدخن على باب الصناديق ويفتح على النحل. يجب أن تكون يعني أثناء نقل النحل، يعني إذا كنت تنقل النحل في سيارة يجب أن تكون أمامك البذلة الخاصة بتربية النحل، يعني ممكن يخرج النحل ويهاجمك. في الأخير عند حساب اللوازم الأولية لبداية مشروع مصغر في تربية النحل، يعني المجموع حوالي 60,000 دينار جزائري، 3 خلايا. دونك نعطيكم الآن الأسعار، يعني اللباس ممكن بين 2,000 دينار جزائري إلى 4,000 دينار جزائري حسب نوعية القماش، ممكن حتى يصل أكثر خاصة الألبسة المستوردة. المدخنة 1,300 دينار جزائري، العتلة 600 دينار جزائري، البوت 2,000 دينار جزائري، القفازات 900 دينار جزائري، حمل إطارات كذلك ضروري 800 دينار جزائري، 3 صناديق فارغة يعني من الخشب فقط 10,500 دينار جزائري أي 1,050,000، 3 طرود نحل ب5 إطارات يعني 15 إطار في 2,500 دينار جزائري تساوي 37,500 دينار جزائري. المجموع كما قلت تقريبا لبداية مشروع صغير في تربية النحل، بداية الأولية أو الانطلاقة الأولية، هو 60,000 دينار جزائري. إن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. نظرا للأسئلة الكثيرة التي تصلني في القناة قمت بإنشاء هذا الفيديو ليتعرف الإخوة النحالين المبتدئين الذين ينوون يعني دخول عالم تربية النحل أو شعب تربية النحل على تكلفة المشروع واللوازم الضرورية وبعض الأسئلة المطروحة. شكرا لكم، ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس لتصلكم كل الفيديوهات. موجود الكثير من الفيديوهات التي تهم المبتدئين، خاصة شرح تفصيلي لما يوجد داخل الصندوق. شكرا لكم وإلى اللقاء، ومرحبا بالجميع في هذه الشعبة. إلى اللقاء.